سيداتي أنساتي سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى يسعدني أن أكون مع حضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث وقائع الشوط الثاني من لقاء القمة، لقاء القوة، لقاء زعامة المجموعة الثانية من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات رقم 39. لقاء اليوم اللي تابعنا مع حضراتكم عبر قناتنا قناة النادي الأهلي الشوط الأول اللي استطاع فريق بريميرو دي أغوستو أول أغسطس الأنجولي إن هو يحسمه لصالحه بنتيجة 20-12 بفارق 8 أهداف. لقاء كان فيه قوة وسرعة وكان بيحاول الجهاز الفني للنادي الأهلي كابتن محمد عادل أقول له قدام حضراتكم في أسفل الشاشة إن هو يتحسس كده فريق أول أغسطس الأنجولي ويوصل إلى طريقة إيقاف مفاتيح اللعب الهجومية وأيضا فتح الثغرات وعمل منطقة للمناورات ويوصل إلى عمق الدفاعات والاختراقات ويوصل إلى الشباك الأنجولية، لكن كان الحقيقة في بعض الأخطاء من لاعبتنا بالإضافة إلى قوة الفريق الأنجولي اللي يعني مسيطر على اللقاء منذ بدايته وزاد الفارق مع نهاية الشوط الأول ولحد ما وصلنا إلى فارق 8 أهداف. مشاهدينا الكرام، يمكن لسه الأجنحة الجناح الشمال أمينة هشام الوينج ليفت، وادي حديث كده ما بين كابتن محمد عبد الوارث وما بين ميشو هشام عبد الوهاب، لا 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 يا حبيبي أمال يلا يلا، وادي الكابتن زولا هينزل ناتاشا ويطلع ماتيا وحوار ايضا وتعليمات وتوجيهات، وان شاء الله قادرون فعلا نجمات وبطلات النادي الأهلي إن هم يكملوا الانتفاضة بتاعتهم ويرجعوا في اللقاء. لسه متبقي شوط كامل 30 دقيقة، بس أهم حاجة إن هم يقللوا أخطائهم ويقدروا يوصلوا إلى مفاتيح لعب أول أغسطس الأنجولي ويقدروا يعطلوها، وده اللي هنتابعه مع حضراتكم في الشوط الثاني ان شاء الله. قلنا لحضراتكم على نتائج اللقاءات اللي اقيمت حتى الان في اليوم الاول واليوم الثاني، والنهارده اتلعب لقاءين انتهوا وفي لقاءين لقاء منهم بيلعب الان اللي بننقله لحضراتكم ما بين النادي الأهلي وما بين أول أغسطس الأنجولي، ويعقبه لقاء آخر اللي هو ما بين أوتوهو الكونغولي والنواصر المغربي، وده طبعا في منافسات السيدات اللي احنا قلنا ووضحنا لحضراتكم إن منافسات السيدات عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة 5 فرق، هيصعد أول 4 فرق من كل مجموعة إلى دور 8 ثمن النهائي عشان يبقى بنظام النوك اوت وخروج المغلوب، وبعد كده يكملوا الى المربع الذهبي. ال4 فرق اللي هتفوز في لقاءات دور الثمانية هتنتقل الى السيمي فاينل او دور الاربعة قبل النهائي، ثم الفائز في دور الاربعة يلاقوا بعض على النهائي، والمهزوم او الخاسر يلعبوا على المركز الثالث والرابع. يمكن برضو ادي جانب من الحضور والجمهور ومحبي كرة اليد المصرية بيشجعوا، ادي الكابتن ياسر لبيب
في المقصورة الرئيسية رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، والكابتن محمد الغزاوي رئيس عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والداعم الأكبر لفرق كرة اليد بالنادي الأهلي. استأنفنا اللقاء وابتدأ اللقاء والشوط الثاني على بركة الله مشاهدينا الكرام. تاني بريميرو دي أغوستو صانع ألعاب جلدة باولو، وادي فاول عكسي بالذكاء بتحصل عليه ناتاشا بقى دلوقتي، وابتدى اهي دونجو كامارا على يمينها ماتيا بليتكوسيتش وعلى شمالها تؤى كامل وعلى الدايرة ليلى هيثم، ولسه احنا ناقصين لاعبه ولا ايه؟ تقريبا ناقصين لاعبه. وادي ناتاشا ماتيا بتحاول توصل الكرة الأمينة وتعدي ماتيا والدور وتاني ليه تقع لماتيا هتحاول تخترق لأن خلاص اللعب. وادي ليلى بتستلم الكرة بإيد واحدة وبتلعب الكرة وهي بتقع وتتصدى لها حارسة المرمى وما كانش فيها إعاقة وكانت بتتمنى إنها تحصل على الرمية الجزائية، وتاني تخش الجناح رقم 6 جوليانا اللي قلت لحضراتكم من مفاتيح لعب أول أغسطس الأنجولي اللاعبة الشولة رقم 6 أحرزت الهدف 21. اكتمل دلوقتي النادي الأهلي واكتملت صفوفه، طلعت أمينة وتغيير مراكز هي وابتدت تنزل وتلعب بنفس الطريقة الهجومية لأول أغسطس الأنجولي بالنزول وبعد التحرك بالنزول على 6 متر كلاعبة سنتر فيرود إضافية، لكن كان فيها خطوة زيادة واحتسبها الحكم وتبقى فاول، وأربع خطوات على النادي الأهلي ورمية حرة لصالح أول أغسطس على طول. جلدة لمين؟ لا تقع الكورة من جوليانا وتبقى رمية مرمى تلمها على طول غدا حسام وتلعبها إلى تقع وتخش تقع وعاولة تصوب، لكن تقف لها بقى جوليانا وتمنعها من الاختراق والتصويب. وادي نزلت كمان رقم 40 فرح حازم في الجناح الشمال الوينج ليفت، هل يا ترى هتقدر فرح ان هي تفتح بقى كتالوج والمانيوال حارسة مرمى بريميرو دي أغوستو مانويلا رقم 1 اللي نزلت في بداية الشوط الثاني، ومعاها تحرز ليلى هيثم الهدف 13 للنادي الاهلي، وتقع الكوره وحاولت ليلى ان هي تلمها لكن دلوقتي على الدايره اللاعبه رقم 2 ليليانا وحصلت على فاول ورابيه حره. نزلت دلوقتي 17 جوديث وتقاطعات وتغيير في المراكز وهيصوب بقى وحائط صد بلوك قوي، لكن طاقم التحكيم للقاء اليوم بيحتسب رمية جزائية على مين؟ على النادي الأهلي نتيجة ان البلوك اللي عملته تقى كان وهي داخل الست أمتار. اتلعبت الرمية الجزائية بتسجلها رقم 8 إيزابيل ومعها الهدف ال 22 بيعانق الشباك الأهلوية. أول أغسطس 13 النادي الأهلي، ماتيا تاني بتحاول تعدي وتمر لكن دفاع من 17 جوديث فرانكلين ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. ماتيا لتقع وتقع من الثبات وتقذف بقى بالأهداف الجو أرض وهي بتجري، أهي حضراتكم الإعادة على شمال حارسة المرمى بتستغل بقى بطء حركة مانويلا حارسة المرمى وتحرز على شمالها في الأرض الهدف الـ 14. تاني
شايفين حضراتكم بيحصل ايه؟ بيحصل تغيير في المراكز ما بين الخط الخلفي وخروج الاجنحه والتصويبات القويه عن طريق جوليانا رقم 6 اللي بقول لحضراتكم من مفاتيح ويعني مفاتيح لعب اول اغسطس، وبتنجح في الاعاده بقى واحنا بنشوفها حضراتكم للهدف ال 23 اللي احرزته اول اغسطس امينه عاطف اهي في الاعاده، ان هي تاخد الكوره وتروح وتحط الكوره في الزاويه الضيقه على شمال حارس المرمى، الهدف ال 14 ال 15 عفوا، وبترد على طول برضو فرح حازم اهي بكره سريعه نتيجه ان كان في فاول وهجمه عكسيه على اول اغسطس الانجولي، تحرز فرح الهدف ال 16 قلل الفارق الى 7 اهداف. وعلى طول المدير الفني كوزيه تيركا والجهاز الفني ارنيستو نيلسون لي بريميرو دي اغسطو بيطلب الوقت المستقطع التايم اوت. ادي الكابتن زولا وتوجيهات على طول لليلى، وادي لدونجا كامارا، وادي ماتيا بيطلب ان الكوره تمشي سريعه ويبقى في تمرير كوره نمشي نسرع الكوره شويه في الهجمه. انتهى الوقت المستقطع وكان فيها تعليمات من كلا الجهازين الفنيين لكلا الفريقين، ونازل شايفين القوة البدنية اللي بيتميز بيها فريق بريميرو دي أغسطو، ودي كعادة أفريقيا وخصوصا في كرة اليد النسائية اللي بتمتاز فيها وفي الصدارة دائما أنجولا بلاعبتها. تاني نزلت دلوقتي جوديث في نص الملعب، وعلى الدايرة 11 كالونجا أبليندا وإيزابيل بتنزل الكورة وتقع من إيد كالونجا، تلمها غادة وتعمل الفاست بريك إلى أمينة، وتخش أمينة تحط أمينة لكن في العارضة ما بتنجحش إن هي تحرز الهدف وتبقى رمية مرمى. على طول يلمها فريق بريميرو دي أغسطو وحاول يعمل المرتدة السريعة، لكن فرح حازم بتعطل الكرة وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة من لصالح أول أغسطس الأنجولي. إيزابيل تقع كرة من إيديها وتيجي لجوليانا وترجعها تاني لإيزابيل وتصوب إيزابيل وهي بتقع وتحرز الهدف الـ 24. دونجو كامارا تلعب لليلى عز رمية الإرسال. أهو هل يا ترى التعليمات اللي وجهها الكابتن عادل أهي في الكورة تمشي إن الكور يبقى فيها تمرير وسلسلة والضغط السريع وتمرير الكورة السريعة، تغيير في المراكز ما بين تؤا وما بين دونجو كامارا، جت تؤا كصانعة ألعاب في نص الملعب وراحت على شمالها دونجو كامارا وعلى يمينها ماتيا بليتكو سيتش. دونجو هتحاول تعدي وتلعب لتوقع لكن بره الملعب رميه جانب لصالح بريميرو دي أغسطو اللي رايحه سريعه تاني جوديث وتوصله الكوره الى الجناح اليمين وتخش رقم 21 اللي نزلت دلوقتي بالميرا دروزاريو. تحرز الهدف ال 25. ابتدى الفارق يزيد تاني وبقى 9 اهداف. ماتيا ونزلت تقع راحت في الظهير الايسر الباك ليفت. وابتدى يعدل طريقته تاني الكابتن محمد عادل الدفاعيه الى 4-2 هجوميه. بنزول فرح حازم بتقطع من الجناح الشمال وتزود مع ليلى هيثم على الدايره، وادي ماتيا لتقى وتخترق تقى وتحاول توصل لعمق الدفاعات الانجوليه لكن
قوة ما بعدها قوة. قلت لحضراتكم آدي دونج كمارة بيمينها شغال بشمالها شغال، تخترق وتعدي وتشوط بإيديها الشمال وهي لعيبة مش شولة. شايفين حضراتكم استلمت باليمين، عملت الخداع وغيرت الكرة من إيديها اليمين لإيديها الشمال عشان تبعدها عن الدفاعات الأنجولية وتحرز بيها الهدف ال17. وبيرد على طول بريميرو دي أغوستو ويحرز هدف سريع جدا الهدف ال26. نلعب في الدقيقة 10 وادي ماتيا ليتكوزيتش بتصوب كرة من الثبات كده بالحركة بدون ارتقاء يعني، لكن بتتصدى لها حارسة المرمى. وادي جوديث بتعمل خداع بقى شمال يمين وتعدي في عمق الدفاعات الأهلوية من عند مركز ما بين مركز 3 الدفاعي، اللي واضح يعني ان دونجو كامارا بدنيا قلت شوية عن اللقاء الأول. مش هي دي دونجو كامارا اللي شفناها في اللقاء الأول باختراقاتها وتصويباتها ودفاعاتها القوية. تاني زاد الفرق العشر أهداف، 27 أول أغسطس 17 النادي الأهلي. تقى لدونجو لماتيا لدونجو وفاول فيها 4 خطوات على دونجو كامارا، خطوة زيادة طبعا وصفارة من طاقم التحكيم. وهي تاني اختراقات ابتدى بقى الهجوم الأنجولي. جوليانا يمكن مسجلة حتى الآن، لو أول أغسطس مسجل 28 هدف حتى الآن، يمكن جوليانا دي مسجلة أكتر من 8-9 أهداف إن ما كانش أكتر، يعني بتقترب من 50% أو 40% من أهداف بريميرو دي أغسطو. ماتيا لدونجو كامارا هتصوب دونجو، بترجع الكرة تاني لماتيا ليلى على الدايرة وتلعب كرة أسيست لأمينة اللي بتخش تاني أمينة وتحط الكرة تاني في الزاوية الضيقة على شمال حارسة المرمى. أهي وسعت لنفسها وحطت الكرة، عرفت بقى ان مانويلا فتحة الزاوية الضيقة على طول بتاعتها، حاولت تعمل ماتيا الهجمة المرتدة الفاست بريك لفرح حازم، لكن قطعها الدفاع الأنجولي وتطلع رمية جانب وتبقى رمية جانب لصالح النادي الأهلي. نزلت شهد الشواربي دلوقتي في الدايرة بدلا من ليلى، وادي ماتيا بتلم على طول اللاعبة وبتعمل خداع الدوران السريع اللي بتمتاز بيه الحقيقة ماتيا بليتكوسيتش، وتسيب الكرة بعد ما لمت 2 مدافعين عليها، مدافعاتها هي زي ما حضراتكم شايفين، وراحت الكرة لدونجو كامارا بقى وبترد عليا بقى وتقول لي لا يا كابتن إيهاب التصويبات موجودة والأهداف موجودة وإن شاء الله نقدر نزيد من غلة وأهداف النادي الأهلي في الشباك الأنجولية. وبيرد على طول اللاعبة رقم 11 كالونجا أبيلاندا الهدف ال29. ماتيا تاني لدونجو تاني لماتيا لأمينة تالت، وتخش أمينة بقى المرة دي وتحط الكرة في الزاوية البعيدة، يمكن ده 5 أهداف أمينة حتى الآن في هذا اللقاء مشاهدينا الكرام. يمكن أمينة عاطف لوحدها لاعبة النادي الأهلي ومنتخبنا القومي الوطني للسيدات بتحرز، يمكن ده 5 أهدافها، نقدر نقول ان هي احرزت 25% من اهداف النادي الاهلي. نزلت بقى كابتن محمد عادل، نزل بقى منة الله سيد حارسة المرمى للنادي الاهلي رقم 12 اللي نجحت المباراة الماضية ان هي تعمل الفارق بنزولها، وهنا بتتصدى اهي منة لتاني كورة، نقدر نقول تاني كورة في الهجمة دي وتالت كورة منذ نزولها في أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء. ماتيا لدونجو كامارا، ودونجو كامارا بقى هي بترد
بترد زي ما قلت لحضراتكم بقاذفة الأهداف بقى. الجو جو، شايفين حضراتكم من تحت إيد الدفاع ما بتشوفهاش حارسة المرمى إلا إن هي في شباكها الهدف 21. جوليانا تاني، وتمريرة عرضية للباك من الباك للباك إلى اللاعبة رقم 18 باتريشيا، وبتتصدى برضو منا. طاقم التحكيم البنيني اللي بيحكم هذا اللقاء لوكان جين مارك وكينزو شابيل. توصل الكرة للجناح الشمال رقم 13 مادالينا ماسيو. إيزابيل بتعمل ارتقاء كده وتنزل بدريبلاية وتسيب الكرة للجناح، والجناح تخش رقم 21 تحرز الهدف 30. ولعب النادي الأهلي رمية الإرسال السريعة وراح الدونجو سريع وحاول التعدي، لكن كان في دفاع قوي وبعنف من كالونجا أبلاندا، وبتحصل على الإيقاف لمدة دقيقتين. كده هيلعب أول أغسطس الأنجولي ناقص لاعبة بخمس لاعبات دفاعيا في صفوف أول أغسطس. والنادي الأهلي هل هيستفاد من الزيادة العددية في صفوفه؟ وآدي دونجو كامارا بتحاول تعمل تغيير في الاتجاهات، فنت كده بتغيير الاتجاهات، لكن بذكاء الدفاع الأنجولي يحصل على فاول عكسي على دونجو كامارا، وتبقى كرة فاول ورمية حرة لصالح أول أغسطس الأنجولي. جت إيزابيلا كصانعة ألعاب وبتلعب 18 دلوقتي باتريشيا فرناندو في الظهير الأيسر الباك ليفت اللي وقعت الكرة من إيدها بعد ما حاولت تعمل لها كرة عرضية من الباك للباك. وادي الكابتن انزولا بيطلب نطلع الكوره بسرعه ونستفيد من النقص العددي في صفوفهم، وكوره على الدايره لشاهد الشواربي بتستلم وتلف وتدور وتسجل الهدف ال22. وادي الكابتن عبد الوارث بيطلب سرعه لعب الكوره، وغير دلوقتي الكابتن زولا طريقته الدفاعيه الى 5-1 بخروج فرح حازم اهي اللي قدام حضراتكم اللي بتلعب متقدمه في خمس لاعبات تحت على الستة متر، وفرح حازم عشان تقلل الاختراقات والتقاطعات اللي بتحصل. لكن رقم 21 بالميرا دي روزاريو بتصوب بقى وما لحقتش فرح ان هي تمنعها من التسجيل وتحرز الهدف ال 31. ماتيا لدونجو، دونجو الأمينة لدونجو تاني، وتوصل الكرة تاني الأمينة وتخش أمينة وتصوب أمينة، وكان المفروض في إعاقة من اللاعبة رقم 4 اهي اللي قدام حضراتكم جيلدا باولو اللي بتدافع في مركز واحد على أمينة، ان كان في إعاقة الأمينة وهي بتصوب، لكن طاقم التحكيم ما احتسبش حاجة في الكرة دي وبقت رمية مرمى لصالح أول أغسطس اللي لعبها على طول. بالميرا هي اللي معاها الكرة في الظهير الأيمن، وإيزابيل توصل الكرة للجناح، إيزابيل لبالميرا تصوب بالميرا وتحرز بالميرا الهدف 32. مشاهدينا الكرام اتسع الفارق الى 10 اهداف، 32 اول اغسطس، 22 النادي الاهلي. ماتيا ونزلت رنا راضي دلوقتي وتقاطع وتغيير في المراكز، وادي ماتيا تاني لأمينة، رجعت تاني أمينة وقلقت بقى لما يتمش احتساب لها حاجه. وادي دونجو كامارا بتصوب تاني تصويبه، لكن
تتصدى لها بقى المرة دي حارسة المرمى مانويلا، وتبقى رمية مرمى لصالح أول أغسطس الأنجولي. نزلت دلوقتي رقم 7 كارلا بيليتو في الظهير الأيسر، الباك ليفت هي اللي قدام حضراتكم، واثنين لليانا على الدايرة، وواحد وعشرين اللي بتصوب بقى بتطلق قذائف. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، يمكن الكرة تصوبتها من بالبيرا، صوبت كرة قوية ارتضبت بالقائم ومن قوتها رجعت لحد منطقة التسعة متر لأول أغسطس الأنجولي، وكرة على الدايرة تنزل لليان رقم 2. لليانا هي اللي قدام حضراتكم، استلمت الكرة ولفت وكان في دفاع قوي عليها فعمل لها إعاقة وما قدرتش إن هي تحرز، ولكن حصلت على الرمية الجزائية. رمية جزائية بالميرا في مواجهة منا، هل هتتصدى؟ وفعلا تتصدى منا، زي ما قلت لحضراتكم منا الحقيقة منذ مشاركتها. وادي كرة على الدايرة لشاه اللي استلمت الكرة بإيد واحدة، وقعت منها نتيجة الدفاع القوي اللي عليها، عملت متابعة وجابتها تاني ولفت ودارت وصوبت، لكن الدفاع القوي عليها. وادي بقى مستر ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق النادي الأهلي للرجال اللي بينتظروا اللقاء التاني في مجموعة منافسات الرجال إن شاء الله بعد هذا اللقاء في تمام الساعة 9. ورمية جزائية للنادي الأهلي، تتصدى لها رنا راضي وتحرز رنا على شمال مانويلا، الهدف 23 لصالح النادي الأهلي. بنلعب في أول أو بنلعب في الدقيقة 21 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، اللي بيحاول سيدات الأهلي إن هم يجاروا أبطال أنجولا، لكن فارق القوة وفارق السرعة عندهم كتير. وادي نزلت داني أمينة هشام في الجناح، دونجو كمارا تعمل خداع دونجو وتنط على القدم العكسية، وكان فيها دفعة عن طريق مين؟ عن طريق اللاعبة رقم 7 كارلا بيليتو، وتحصل دونجو كمارا على الرمية الجزائية، هتتصدى لها رانا راضي في مواجهة مانويلا، خداع رانا والتصويب على يمين مانويلا دلوقتي، الهدف 24 مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 24 الأهلي، 33 أول أغسطس الأنجولي. تاني اهو شايفين حضراتكم التحركات، تقاطعات والنزول، اللاعبة اللي بتنزل تزود على الستة متر عشان يقلب طريقة الهجومية من 5-1 لوجود سنتر فيرود إلى 4-2، ويدي مساحة للهجوم بتاعه الخط الخلفي، إنما الدفاع ما يقدرش يطلع يقابلهم عشان بيبقى ملخوم ومشغول بلاعبات الدايرة، فبالتالي يصوبوا بأريحية ويحرزوا الأهداف بطريقة سلسة زي ما شفنا. دونجو كمارا تحصل على فاول ورمية حرة اتلعب، ونزلت دلوقتي مين؟ سارة حسام في الجناح اليمين الوينج رايت مكان أمينة عاطف، وتوصل الكرة على الدايرة لليلى هيثم وتحرز بيها الهدف 25. طبعا بالامس النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز على هابيتات الكوت ديفواري بنتيجه كبيره 39-15، ايضا في منافسات السيدات يمكن اللقاء مؤثر شويه على بنات وسيدات النادي الاهلي ان هم مش قادرين يجاروا القوه البدنيه نتيجه الإرهاق ان هم لاعبين لقاء بالامس،
وده اللي بنتابعه مع حضراتكم نتيجة فارق الأهداف اللي وصل إلى 9 أهداف دلوقتي، محاولة للاختراق ودفاع قوي من شاهد الشواربي، وفي إيقاف 2 دقيقة طاقم التحكيم أهي شايفين الإعاقة إن كان في دفاع من شاهد، فعلا يا شاهد في دفاع على منطقة الرقبة والوجه، فعلى طول إيقاف 2 دقيقة على شاهد، وبيلعب النادي الأهلي ناقص دفاعيا كده ب5 لاعبات بالإضافة لمنة حارسة المرمى اللي بتتصدى منا بقى، وتبقى الكرة رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. رنا راضي، ماتيا، دونجو كامارا، ماتيا توصل كرة إلى أمينة هشام اللي الحقيقة أمينة هشام فنيا عندها مستوى أعلى من كده، لكن في اللقاء ده ما شفناش مهارات أمينة واللمحات الجمالية. تاني تمريرة وتقع الكورة في الخط الخلفي لأول أغسطس الأنجولي من اللاعبة رقم 7 كارلا ميليتو، هي اللي قدام حضراتكم الباك ليفت، وعلى الدايرة توصل إلى ليليانا تستلم وتلف وتبعد عن الدفاع وتصوب، أهي استلمت الكورة خدت الخطوة بعدت عن الدفاع وصوبت على يمين منا الهدف 35. صفارة وفاول ورمية حرة، وبنلعب خلاص في المنعطف الأخير والمنحنى الأخير من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، آخر 5 دقائق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. 35 أول أغسطس 27 النادي الأهلي. تاني كرة بيحاولوا يعملوا كرة تانية على دايرة، ومنا يعني اللعيبة واقفة قدامها تماما ورفع أيديها عشان تعمل بلوك، وحاولت منا تطلع الكرة لكن لحسن حظها إن هي ارتضمت بالبلوك اللي كانت عاملاه الدفاع، وادي ماتي هي بتخترق بقى وتتوغل، وادي طاقم التحكيم ما بيديهاش الرمية الجزائية، بيدي إيقاف 2 دقيقة ورمية حرة، وادي متعجبة ماتيا بلتكوزيتش اهي بالرغم ان هي كانت وهي في حالة التصويب يعني ما فيهاش اي غضاضة على طاقم التحكيم ان هو يحتسبها رمية جزائية، لان هي بالفعل رمية جزائية. احنا وادي بتخش تاني، سارة حسام راجعة اهي وخدت المانيوال من أمينة عاطف بقى وحطت الكرة على شمال حارسة المرمى في الزاوية الضيقة بعد ما اخترقت ووسعت لنفسها من الجناح وأحرزت الهدف 28. الشوط الأول قلنا انتهى بفارق 8 أهداف وكده النتيجة 7 أهداف، يبقى معنا كده مشاهدينا الكرام النادي الأهلي متقدم في الشوط الثاني بفارق هدف حتى الآن. ليلى هيثم بتعمل دفاع قوي جدا وبتعطل الهجمه وتبقى صفاره وفاول، وادي الجمهور بيشجع بقى فريقه، ولكن تاني تصويبه من الثبات تجيبها منا من الشباك وتبقى الهدف 36 عشان يلعب اول اغسطس. وتاني ماتيا على الدايره لليلى عز تحرز ليلى الهدف برضه 29 قدام حضراتكم اهو، واحنا بنلعب يعني خلاص مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بنلعب في أول آخر الدقيقة 28 أول الدقيقة 29، يعني متبقي خلاص 2 دقيقة أو 1 دقيقة أو 55 ثانية على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. تاني تصويبة بره ال3 خشبات المرة دي، منا بتجيب كورتها تلعب رمية المرمى، ماتيا لدونجو كامارا لماتيا تعمل خداع وحاولت تنزل كرة تاني على الدايرة لليلى، لكن صفارة وفاول
ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. تاني ماتيا تغيير في الاتجاهات كده وهي رايحة، ورانا راضي بتصوب بالحركة وهي بتجري وبتتحرك ومن منتصف الملعب بعد ما سابت مركزها في الباك ليفت الظهير الأيسر وراحت على نص الملعب بالتقاطع مع ماتيا وصوبت وهي بتجري الهدف الثلاثين عشان يقل الفارق إلى 6 أهداف. مشاهدينا مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، متبقي دقيقة ونص أو دقيقة 25 ثانية على زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة على مهله تاني أول أغسطس الأنجولي. أهو شايفين حضراتكم هتنزل بعد ما تطلع لعيبة الدايرة تستلم وتنزل تاني عشان عايزة تستلم في المساحة الخالية في الدفاعات الأهلوية. نزلت 4 جلدة بابا وتوصل الكرة للجناح اللي بتخش وتصوب وتحرز في الزاوية البعيدة على يمين منا الهدف 37. ماتيا تاني وتعمل ماتيا خطوة زيادة لكن بعد ما احرزت، لكن بالرغم من احرازها الهدف لكن لا يحتسب لان كان فيها خطوة زيادة 4 خطوات. ومع الرغم ان هي عملت الجامب على القدم العكسية لكن ما بتقدرش ان هي تصوب الا بعد ما تاخد الخطوة الزيادة ويحتسب فاول عليها تتلعب سريعة ويحرز منها اول اغسطس الانجولي الهدف 37. 37 اول اغسطس، 31 النادي الاهلي. رنا راضي استلمت من ماتيا ورنا راضي ترتقي وتصوب لكن تتصدى مانويلا وتبقى رمية مرمى لصالح اول اغسطس الانجولي. وخلاص متبقي حوالي 15 ثانية 10 ثواني مشاهدينا الكرام، وتقطع الكرة شاهد الشواربي وتطلع معاها امينة هشام امينة عاطف عفوا سارة حسام حاولت تعمل النادي الاهلي الهجمة السريعة المرتدة لكن صافرة نهاية احداث الشوط الثاني والمباراة بفوز بريمو اغوستو 38 مقابل 30 النادي الاهلي. هارد لك للنادي الاهلي، حظ اوفر في اللقاءات القادمة ان شاء الله، ونتمنى التوفيق لسيدات النادي الاهلي في المباريات القادمة وبعد ما يؤدوا لقاءاتهم في المجموعة وصعودهم لدور الثمانية ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان هو يواصل صحوته ويوصل الى المربع الذهبي في البطولة. هارد لك نسور ونجمات النادي الاهلي ومبروك لاول اغسطس الانجولي. فريق قوي، فريق الحقيقة ما يعني لا ينقصه حاجة ان يوصل لمنصات التتويج، فريق لاعب نهائي السوبر الافريقي امام بيترو اتلتيكو الانجولي ايضا. و هارد لك للجهاز الفني وبالتوفيق ان شاء الله في اللقاءات القادمة. ونستودعكم الله مشاهدينا الكرام، يستحقوا التشجيع ويستحقوا تحية جمهورهم نجمات النادي الاهلي اللي بيحيوا الجماهير اللي شجعتهم وأزرتهم في هذا اللقاء. وشكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، على أمل اللقاء بكم في اللقاءات القادمة. وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.